نخش بقى على على السعر. وخلي بالك التمثال ده تمثال نادر، وبعدين محدش يعرف عنه حاجة، مش متسجل. ادفع لك فيه 10 مليون دولار. سبعة 40 مليون دولار. سفا شو عم تقول؟ معقولة 40 مليون دولار؟ لا ما في. خواجة شوف، انت متفق مع المتحف في لندن هيدفع لك فيه كام؟ المتحف رح يدفع لي 17 مليون دولار، ولأكون كوريكت معك انا رح ادفع 14 مليون دولار. فرجتك يا خواجة، انسى الموضوع ده. من الاخر قديش بدك فيه؟ 25 مليون دولار، ولا كلمة بعديها. جامي ما بقدر. انا كمان حبيبي ما بقدر. انت فاكر انت المبادر الوحيد؟ ده انا اكبر مبادر في العالم. وبعدين مش عايز اتعبك، رايح انت. انا هكلم مسيو جاك. انت طبعا عارف مسيو جاك ده اكبر تاجر في العالم، وكلمته واحدة، هيموت من زمان عشان يشتغل معايا. وبعدين ده هيدفع اكتر من 25 مليون، بكتير قوي. اخر شيء بدفعه 20 مليون دولار. 25 مليون مقفولين. موافق 25 مليون دولار. اوكي، المهم 10 مليون دولار الاولانيين اول ما توصل باريس، ابعتهم على الحساب بتاعي في سويسرا. انت عارف اسم البنك وعارف رقم الحساب. داكور، بعد بكرة الساعة 10 صباحا فيك تتصل بالبنك لتطمن ان تم التحويل. بس انا زعلان منك كتير انك غلبتني هالمرة. انا اقدر اغلبك انت؟ مبروك عليك يا عم، ال50 مليون دولار على الاقل هتلافهم من متحف لندن. ايه كاسك سيد محمود. ميتي خواجة الياس.